خلينا بقى نتحول لجو افضل ولمكان صيفي برضو بيجمع ما بين. تودينا فين؟ هنروح اسكندريه. نروح انت اسكندريه. كنت واخدنا العلمين، انا هاخدك هو نفس اسكندريه على الامتداد. قديم. خلينا نتابع مع بعض فعاليات معرض مكتبه القاهره، مكتبه الاسكندريه الدولي للكتاب 2023 اللي انطلق في نسخته ال 18 واللي بيتم تدشينه بالتعاون مع الهيئه المصريه العامه للكتاب واتحاد الناشرين المصريين، وبيشارك فيه اكثر من 70 دار نشر من دول مختلفه. خلونا نتعرف على أهم تفاصيل هذا المعرض تحديدا من خلال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. بداية اليوم الأول، اليوم الأول شهد فعاليات مختلفة لانطلاق معرض الكتاب، لو حضرتك تكلمنا عنها. وده المعرض النسخة 18 من المعرض، وهي طبعا نسخة فيها يعني اختلاف شوية لأسباب عديدة، يعني انه عدد الناشرين المشتركين في هذه النسخة عدد كبير جدا، حوالي 75 او 76 ناشر. نعم. بيمثلوا دول عربية مختلفة، والناشرين مصريين عددهم ضخم جدا. المعرض ايضا فيه جناح خاص للأطفال، يعني احنا خصصنا ركن كبير كده من اركان المعرض تعرض فيه كل كتب الاطفال من خلال ناشرين مختلفين، وتعرض فيه حاجات فيها ابتكارات للاطفال، يعني ليس الكتب فقط وانما ايضا التطبيقات الالكترونيه الخاصه بتعليم اللغه، تبسيط العلوم، بتعليم اللغه العربيه، في بعض التطبيقات وفي بعض حتى الاماكن، يعني بعض دور النشر عرض يعني اشكال للعب الاطفال مختلف خالص، مرتبط بالعلم. دكتور احمد، يعني نقدر نقول ان تنميه الذكاء، وعندنا ايضا سور الازبكيه بيبيع الكتب القديمه، وعندنا الناشرين المختلفين، وعندنا موسم ثقافي اثناء المعرض هايل جدا في حوالي 100 منتج. دكتور احمد، يعني نقدر نقول ان النسخه ال 18 تحديدا من هذا المعرض اهم ما يميزها هو اهتمامها بالطفل. في اهتمام بالطفل، وفي اهتمام بالكتب القديمه، وفي كمان ثالث حاجه فيها مهرجان ثقافي، يعني فيها فعاليات ثقافيه كثيره جدا متنوعه. احنا عندنا في خلال ال 15 يوم بتوع المعرض 100 فعاليه ثقافيه. يعني لو قسمت ال 100 على 15 هيطلع لك في اليوم فعاليات، يعني ثلاث اربع فعاليات بدءا من الساعه 10 صباحا لغايه 10 مساء. كل يوم المكتبه فيها ندوه، فيها مناقشه قصه، فيها روايه، فيها ندوة شعرية، فيها ندوة ثقافية، فيها ورشة عمل، في يعني طول اليوم مستمرة لمدة 15 يوم، جرعة ثقافية هائلة جدا، لأنه حضرتك اللي بيدخلوا المكتبة حتى يوميا حوالي 2000 واحد، فلو افترضنا ان دول هيدخلوا المعرض ويدخل عليهم 2000 3 كمان 4، احنا عندنا تقدير بان يدخل المعرض كل يوم حوالي 12000 او 13000 او حتى يمكن 15000، لان بالامس احنا لما يعني فتحنا المعرض. طب سريعا كده يا دكتور، مين ضيف الشرف في هذه النسخه جدا امام المعرض استند الدخول؟ يعني دكتور مين ضيف الشرف في هذه النسخه من الدول العربيه تحديدا؟ احنا عندنا الكويت، احنا ما بنعملش ضيف شرف في الاسكندريه، بس يمكن بين السنه الجايه ان شاء الله نعمل ضيف شرف. وعندنا الكويت عارضه بعدد من دور النشر، عندنا الامارات الشارقه واماره الشارقه ودوله الامارات، وعندنا ايضا المملكه العربيه السعوديه، عندنا بس احنا عندنا عاملين تواجد عربي كبير كالمعتاد في مكتبه الاسكندريه. كل الشكر ليك دكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه على المجهود الكبير وعلى المعرض المشرف.